نجيب اولا مساء الخير يا يا حاج سلام حاتم، مشاهدين، اخبارك مساء ايه؟ النور عليك يا استاذ احمد، ربنا يحفظك يا فندم. كلمني عن المحافظ النهارده، عمل معاكم ايه؟ قال لكم زياره ايه بصراحه؟ النهارده زياره النهارده اللواء خالد عبد العال، طبعا دي زياره مفاجاه عشان يقف على كل الاسعار داخل مفاجأة كل دور. مفاجأة؟ طبعا ما طبعا، ده تعرفوش؟ حقيقي، ولا حد يعرف اي حد. لقيت المحافظ جاي عندكم؟ المحافظ دخل السوق ودخل على اداره السوق، ثم بعد كده تجول في داخل السوق كله، في الخضار، في سأل على كل المنتجات الزراعية دي زي ما تفضلت حضرتك وذكرت، كويس. ودي من انهي محافظة، دي بكام، بتتباع بكام. سأل المنتجين الزراعيين انتوا بتبيعوا ازاي، قالوا احنا بنسوق المنتج والتجار بياخدوا هامش ربح نسبة عمولة، ووقف على البتنجان والبطاطس والبصل اللي حضرتك ذكرته والطماطم والخيار والفلفل والكوسة وكل اصناف الخضار، الملوخية، السبانخ، كل اصناف، حتى الموالح، البرتقال، والسفندي، كل ده طبعا. يعني النهارده سياده المحافظ سال كل التجار، ما سابش تاجر الا ما ساله انت جايب منين وبتشتغل ازاي، بتبيع ازاي. كويس. وده شفافيه، وده يعني اللي احنا شفناه النهارده دي متابعه من الدوله، وده شيء ملاحظاته ايه بصراحه؟ بيطمن. ملاحظاته كانت ايه؟ يعني ان احنا وفره السلع الحمد لله متواجده، عندنا زياده في الانتاجيه، لابد نبقى الاسعار بتبقى، يعني احنا طبعا لازم يبقى بجانب الدوله التجار. طبعا احنا عندنا دلوقتي الجمله والنص جمله احنا بنقدم فيها عروض كبيره جدا. السلاسل التجاريه احنا كنا عاملين اجتماع منذ اسبوع، اجتماع طارئ داخل طبعا في عندنا خفض في هامش الربح ايضا. لا لا، عندنا معلش بعض قول لي هنا هتعملوا ايه في هامش الربح؟ هتخفضوا قد ايه؟ يعني لا، مش احنا على الياف العرض والطلب يا استاذ احمد، أيوة. يعني احنا بس ما يبقاش ايه حد مثلا يعني مثلا كيلو الطماطم النهارده جمله مثلا من 4 ل 5 ل 6، ما يبقاش على حسب الجوده طبعا يا استاذ احمد، ولكن احنا ما يبقاش بقى في اماكن نلاقيه ب 20 جنيه، ده ما ينفعش، ده ما يصحش. لكن احنا بنقول النص جمله النهارده بتطرح ب 7 جنيه ونص، المجمعات التهلكيه النهارده داخل هذه المجمعات ب 7 جنيه و6 جنيه الطماطم، في مشاركه من وزاره التموين في جمعيات في المجمعات التهلكيه، ايضا كلنا واحد، وزاره الداخليه، ايضا الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، ايضا منافذ وزاره الزراعه، كل ده بيشارك وبيساهم عشان يبقى في عندنا زياده تنافسيه، وده يؤدي لثبات الاسعار ثم انخفاضها تدريجيا. لكن انا باكد يا استاذ احمد ان احنا ما عندناش اي منتج زراعي فيه ندره داخل مصر، بل بالعكس احنا بيبقى عندنا زياده في الانتاجيه وبنصدر من هذه الزياده ما عن عنديش السوق ازمه المحلي في الخضار خالص خالص نهائيا، وما وده عنديش اللي انا ندره. باكد لا عليه، تاني، ما عنديش ندره في الخضار، ما عنديش ندره في اي منتج من المنتجات الزراعيه اللي لا بتزرع في طماطم ولا مصر، بطاطس ولا بصل ولا ولا كوسه ولا طماطم فاصوليا ولا ولا بتنجان بطاطس ولا ولا الوان اي ولا خيار اي ولا خضار، باميه ولا بسله ولا سبانخ، ما اي عنديش. خضار يا استاذ احمد، انا اي بسالك بس خضار عشان تقول لي. يا استاذ احمد، ايوه باكد لحضرتك تاني مرارا وتكرارا، احنا المنتجات الزراعيه التي تزرع في مصر عندنا اكتفاء ذاتي منها، وما يزيد عن احتياجاتنا للسوق المحلي بنصدر ما يزيد عن 5 مليون طن سنويا لكل دول العالم. احنا في جائحة كورونا وتداعياتها والازمة الطاحنة الاقتصادية اللي بتمر بيها العالم كله، واحنا جزء من العالم، ولكن في حاجة يا استاذ احمد لابد ان احنا برضو ننوه عليها ونقولها، التغيرات المناخية وعدم استقرار الحالة الجوية ده برضو بيبقى ليه تأثير سلبي على المنتجات الزراعية. ولكن الان احنا في تواصل مع وزارة الزراعة لان احنا لابد يكون لدينا ارشاد زراعي كافي، ووزاره الزراعه الحمد لله شغالين معانا، واحنا لما بيبقى في اي شيء بيطرأ على الساحه بنقول ان في عندنا المنتج ده تضرر من الحاله الجويه، لابد نتخذ بعض الاجراءات على ارض الواقع، والحمد لله هم بيشتغلوا على ده دلوقتي. المراكز البحثيه، لان انا عايز مدخلات انتاج ومستلزمات انتاج تبقى مصريه، وانا كنت في مداخله سابقه مع حضرتك، لابد يبقى مدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج هي مصرية، والمراكز البحثية عندنا هي قادرة على ذلك. وحتى البذور، ما هو بيعملوا دلوقتي السنباط سلالات جديدة من بالظبط البذور بالظبط، بتتحمل هو ده اللي احنا التغيرات بنأكد المناخية. هو ده اللي احنا بنأكد عليه.